واضح أن نوال الزغبي مستمتعة بصيفها في مصر، فهي انتشر لها فيديوهات وصور من مشاركتها الخاصة بحفل ميشيل فاضل في الساحل الشمالي حيث غنت جديدها حفلة. وهالمشاركة جت بعد يوم من الحفل الضخم اللي أحيت بمهرجان القلعة في القاهرة، فتصدرت الترند بمصر مع انتشار صور لتجمهر الناس قبل ساعات أمام موقع الحفل. ويومها الجمهور اللي ما ساعتهم المقاعد داخل القلعة ملوا الساحة خارج القلعة. وصف لك سعادة وهيك حبة، ومش مصدق أطلع على الستيج حتى نغني الأغاني اللي هني بحبوها واللي أكيد حخليون يشاركوني بالمغنن الله راضي. وهذا اللي صار، فالجمهور ردد معها معظم الأغاني حتى القديم منها، ومن بينها الأغنية اللي اختارت تفتتح فيها الحفل، وهي أغنية بيلبقلك اللي طرحتها من حوالي 20 سنة. ومن 2001 نوال استرجعت أجواء أغنيتها حبيته، وتفاعل الجمهور وغنائهم لكلماتها أنسى الموجودين أن مر 21 سنة على هالعمل. هن بيعرفوا أنه محبتي لأنه مبطن وصف كتير كبيرة، نجاحي بهالبلد تاريخي ما حأنساه بكل حياتي، يعني أنا دايما بقول لهم النجاح بمصر غير. وجمال نوال أيضا كان غير يومها، فهي تألقت ببستان أسود مع شعر مرفوع ومكياج ناعم برز ملامح وجهها. جمال من جوا هو اللي بيعطيني جمال الخارجي، يعني أنا مرة متفائلة، بحب الحياة بوزيتيف، ما بحب الزعل، ما بحب الناس اللي بتبقى مكشرة على طول ومبلمة. أنتوا بتقولوا مبلمة؟ ومثل ما نوال رجعت مع الحضور بالذكريات من خلال أغانيها القديمة، هي عيشتهم أحلى الأجواء مع جديدها، من بينهم آخر أعمالها حفلة اللي الكثير اعتبروها بمثابة نشيد للمرأة. طبعا أكيد أنا مع المرأة، لما سمعت الغنية لقيت أنه الموضوع كتير جديد وموضوع يعني لي كتير لأنه بشبهني كتير، ودائما بقول لأصحابي هيدا الكلام اللي أنا عم غني، ودائما بكتبوا على تويتر نفس الكلام تويت على تويتر لحتى البنات ما يخلوا حدا يسيطر على مشاعرهم ويضعفوا، لأنه الحياة حلوة كتير والحياة ما بتستاهل دموع. والأغنية اللي تخطت حاجز 11 مليون على يوتيوب لقت حصتها من الانتشار على تيك توك أيضا، فشفنا الكثير اللي تفاعلوا معاها ومنهم بشرة. بس يبقى فيديو كرار روح الشرق هو الأكثر تداولا، وكلام كثير دار حول تأثير هالكورال على نجاح الأغنية والمساهمة بانتشارها. ونوال اللي ما ردت على هالكلام بالأيام الماضية، ردها جاء بطريقة غير مباشرة من خلال استضافتها للكورال على المسرح ليشاركوها بغناء حفلة وتحتفل معاهم بالنجاح. بقول لهم انا الفن عندي بعده هوايه، اوكي مهنه بس هي هوايه، انا بستمتع انا وعم بختار اغنيه، بستمتع انا وعم بشتغل بتنقيه الكلام بتنقيه اللحن، حتى الميوزك لما بشتغلوها في الاستوديو ببقى مستمتعه بيها.